سر الغرفة 207 هي رواية الكاتب مصري راحل. فمن هو؟ اتنشرت 2008. عشر ثواني. سابوكي كل ما عدت تبصيلي يقول لك معرفش. خلي بالك انا بقول لك من دلوقتي الاجابه موجوده هنا وهم اللي هيقولوا لك صح ولا غلط مش انا. اجابتك يوسف ادريس. غلط. شفتي انا قلت اتنشرت 2008. خدوا بالكم من المعلومات اللي انا بقولها. شمس اجابه خاطئه. دكتور احمد خالد توفيق. علشان متأكد داس. شفتوا بقى شفتوا تركيبته. مجالي بقى شوف متأكد. يوسف إجابة صحيحة. العراب أحمد خالد توفيق هي الإجابة الصحيحة وكده النتيجة 20. أبشوية الفيوم خصوص الرسمية الأليوبية ناقص 5.